السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى مفهوم الـ Overreading Definition Writing a subclass method with the same name used in the superclass is called Overreading. يعني لو عندي دالة في الـ subclass عندها نفس اسم دالة موجودة في الـ superclass هذا يسمى الـ Overreading. إذا قمت بإنشاء بروجكت جديد اسمه Overreading، سأنشأ كلاس جديدة أسميها main class مثلا، ستحتوي على main method، وسأنشأ أيضا أبدأ بإنشاء كلاس أسميها class A مثلا، سأعرف في المتغيرات إذا private int A public constructor int A سأكتب this dot A يساوي A سأعرف دالة public void print عشان تطبع المعلومة A وسأقوم بكتابة system.out.println a نقطتين plus a. سأعرف كلاس ثانية كلاس b extends a، إذا ستكون subclass للكلاس a. هنا سيكون عندي متغير ثاني private int b public b الكونستراكتور اللي حيحو قيمتين int a int b. سأستدعي السوبر كونستراكتور بين قوسين سأضع a و this dot b يساوي b. الآن سأعرف دالة اسمها أيضا print public void print. هنا تلاحظون أن الدالة print هذه معرفة في الكلاس B، وعندي كلاس عندي في الكلاس A دالة أيضا اسمها print، إذن هذا يسمى overreading. يعني أن الجافا يسمح أن نعرف دوال عندها نفس الاسم تكون معرفة في السوبر كلاس وفي السب كلاس. هنا لو أردت أن أستدعي الدالة print الموجودة في السوبر كلاس أكتب super dot print وسأطبع الآن قيمة الـ b system.out.print. إذن البرينت الأولى تقوم بتباعة قيمة الـ a، والبرينت الثانية ستطبع الـ a وأيضا الـ b b نقطتين plus b. في الـ main method سأنشأ object b b obg يساوي new b بين قوسين القيمة 1 2، وسأكتب obg.print. الكمبيوتر حيستدعي هذه الدالة التي ستقوم باستدعاء الدالة الموجودة في السوبر كلاس، ثم ستطبع قيمة ال b هنا في قوس زائد، ونفذ البرنامج. الكمبيوتر حيطبع لي المفروض A نقطتين 1 B نقطتين 2. هذا مثال للـ overreading.